عناوين الأخبار. القيروان تسليم 5 مساكن اجتماعية لفائدة عائلة معوزة. ملتقى التعريف بالأحكام الجديدة لمشروع قانون الانتزاع. اتفاقية في الأفق بين سنيت وبلدية الزهرة لتوفير مساكن اجتماعية. وزير الاستثمار يعلن عن انطلاق تهيئة حي حشاد بمعتمدية غزالة خلال سنة 2017. المهدية نسبة الاستيعاب بالفنادق فاقت 100%. تحسن عدد الوافدين من السياح ب 11.4%. صالون السكن والعمران والهندسة المعمارية من 19 إلى 24 أكتوبر بالجزائر. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. القيروان تسليم 5 مساكن اجتماعية لفائدة عائلة معوزة. تم مؤخرا تسليم 5 مساكن اجتماعية بمناطق المخصومة النبش والخزازية بالقيروان الجنوبية في إطار برنامج إزالة الأكواخ، حيث تمت معاينة تسليم المساكن من قبل المنتفعين بحضور معتمد القيروان الجنوبية والمقاول المشرف على الأشغال، وهو مشروع تشرف عليه وتنفذه وزارة التجهيز. كما ينتظر أن يتم إتمام بناء وتسليم دفعات أخرى من المساكن الاجتماعية، منها دفعة يتم التحضير لبنائها بحي المنار بعد أن تم تخصيص الأرض وتوفير الاعتمادات. ملتقى التعريف بالأحكام الجديدة لمشروع قانون الانتزاع. تحت إشراف وزيري التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سيد محمد صالح العرفاوي وأملاك الدولة وشؤون العقارية سيد حاتم العشي، افتتح يوم الخميس الفارط السيد خالد الدريدي رئيس ديوان وزارة التجهيز ملتقى التعريف بالأحكام الجديدة لمشروع قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بتونس العاصمة، بحضور ممثلين عن وزارات التجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والهياكل الإدارية المركزية والمحلية ذات الصلة. وتم خلال هذا الملتقى عرض أهم التعديلات التي شهدها القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. اتفاقية في الأفق بين سنيت وبلدية الزهرة لتوفير مساكن اجتماعية. انعقدت هذا الأربعاء جلسة عمل جمعت بين ممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وبلدية الزهرة بإشراف السيد فتحي بن عثمان الرئيس المدير العام لسنيت وكاتب عام بلدية الزهرة السيد عدل العسكري. وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من المقترحات البناءة، وخلصت إلى الاتفاق على توفير بلدية الزهرة قطعة أرض لسنيت لبناء مساكن اجتماعية يتم التفويت فيها فيما بعد من قبل البلدية لفائدة أعوانها وموظفيها. وزير الاستثمار يعلن عن انطلاق تهيئة حي حشاد بمعتمدية غزالة خلال سنة 2017. أعلن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي عن انطلاق مشروع تهيئة حي حشاد من معتمدية غزالة بولاية بنزرت خلال سنة 2017، وذلك خلال زيارة ميدانية أداها يوم الأربعاء للحي رفقة والي بنزرت منور الورتاني. وبيّن الوزير أن مشروع تهيئة حي حشاد من معتمدية غزالة تبلغ كلفته حوالي 2.5 مليون دينار، سينتفع به 4000 ساكن من خلال تهيئة الطرقات والمسالك ومختلف الشبكات العمومية وشبكات تصريف مياه الأمطار وعدد من التجهيزات الجماعية كأحداث منطقة خضراء. المهدية نسبة الاستيعاب بالفنادق فاقت 100%. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالمهدية محمد المهدي حلوي يوم الاثنين غرة توت الجاري على هامش زيارة وزيرة السياحة للجهة أن إحصائية يوم الأحد 9400 مقيم، أي بنسبة 96% من الأسرة المتوفرة. وأضاف الحلوي أن نسبة الأشغال في الفنادق بالجهة فاقت خلال الأسبوع الماضي 100%، مشيرا إلى أن النشاط السياحي شهد طفرة نوعية على حد قوله. تحسن عدد الوافدين من السياح ب 11.4%. تؤكد أرقام المندوبية الجهوية للسياحة بنابل أن الفترة الممتدة بين 11 و 20 جويلية 2016 شهدت تطوراً على مستوى العدد الوافدين من السياح ب 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. أما تطور في عدد القادمين فقد قابله تراجعاً في عدد الليالي المقضات بسبب انكماش معدل الإقامة لما دون 4 ليالي، فلم يتجاوز عددها 135,780 مقارنة بالعشرية الثانية لشهر جويليا.
صالون السكن والعمران والهندسة المعمارية من 19 إلى 24 أكتوبر بالجزائر. سيتم تنظيم الطبعة 13 لصالون العقار والعمران والبناء والأشغال العمومية لغرب البلاد بالجزائر باتيماك الغرب من 19 إلى 24 أكتوبر المقبل، بمشاركة قوية للمؤسسات التركية والتونسية والبولونية إلى جانب الشركات الجزائرية، وفق ما أكده المدير العام لشركة سوجيكسبو. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى آخر نشرتنا العقارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.